سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب. القضية اللي هنتكلم فيها النهاردة مش هتتخيلوا أحداثها ولا وقائعها. نصرة لم تكتفي، ده اسمها، اسم الزوجة نصرة، لم تكتفي بالخيانة فقط، بل أحضرت العشيق ولبسته نقاب وعاش بينها وما بين زوجها لمدة أسبوع إثر الخيانة الشرعية. ما عدتش قادرة إنها تبعد عن العشيق لما كان علاقات محرمة يوميا، قالت له لا، ما عادش ينفع ان انت تغيب عني، لازم تقعد معايا في البيت. لبست العشيق اللي هو كرم النقاب ودخلته بيتها على اساس ان هي دي ام علي اللي غضبانة من جوزها. هتقعد معانا يا حاج جمال اللي هو الزوج اللي اتقتل، هتقعد معانا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما الامور ترد لمجاريها مرة تانية. واتقتل الزوج جمال محمود اللي عنده 50 سنة، اللي شغال غفير نظامي على احدى المدارس في محافظة أسوان في منطقة اسمها منطقة الصداقة الجديدة. ايه اللي حصل في القضية علشان يتأيد حكم الإعدام على نصرة وكرم اللي هو الحاجي؟ ابتدت الحكاية من عند الحاج جمال محمود اللي عنده 50 سنة، اتجوز نصرة. هي اصغر منه بحوالي 20 سنة، ربنا كرمه منها ب3 اولاد، لكن كانوا عايشين في بيت عيلة. والزوجة الخاينة لما تكون عايشة في بيت عيلة، يا ترى سلفتها هتبص عليها ازاي، ولا سلفها هيشوفها ازاي، او الحما او الحماة، فاكيد يعني الامر بيبقى ضيق حبتين. لكن هنا طبعا جمال محمود راجل عنده 50 سنة، شغال غفير نظامي او غفير ليلي، ان هو بالناس اللي بتبات في المدارس علشان تحرس الاجهزة وتحرس المدرسة، يعني كان دايما بره البيت اثناء الليل. هنا طبعا كان جمال بيروح شغله، وهنا الزوجة تفضل تتغازل وتفضل تحب، والكيمياء تولع في الدورة بينها وما بين جمال. هنا طبعا نشأت علاقة محرمة ما بين الاتنين، ونظرا علشان هم قاعدين في بيت عيلة، قدرت نصرة انها تقنع زوجها ان هو يأجر لها شقة بره البيت، وبالفعل الزوج اقتنع وأجر لها شقة بره. طيب المصاريف يا نصرة؟ قلت له انا هساعد معاك، انا هفتح دكان صغير كده ونحاول ان احنا نجتهد ونبيع شوية خضار وبتاع، وانا هساعدك في المصاريف يا جمال، احنا مش قادرين ومش عارفين نعيش لوحدنا، ولا مش عارفين ناخد راحتنا في بيت العيلة. وبعدين وانا بقول لك ابني بيت ولا اشتري بيت يا جمال، انا بقول لك ان انت تأجر لنا شقة لحد ما ربنا ييسرها. بالفعل اقتنع الزوج وأجر شقة في نفس المنطقة، منطقة اسمها منطقة الصداقة الجديدة. وهنا جمال ينزل يروح شغله، ما ينفعش يرجع تاني في نص الليل، هيسيب المدرسة لمين؟ وبعدين الزوجة كانت بتبقى مرتبة أمورها، عاملة له الشاي والأكل والشرب والمية وكل حاجة، بحيث إن الزوج يروح للمدرسة يفضل بايت فيها، وده مجال عمله، يفضل نايم فيها لحد الصباح الباكر. هو يا دوب المرحوم جمال ينزل من الشقة من هنا، والزوجة تستقطب العشيق من هنا. لكن بقى الزوج بيروح تاني يوم الصبح، فهنا طبعا نصر ما عدتش قادرة بقى ان هي تبعد عن العشيق بتاع اللي هو كرم، قالت له لا، ده انت لازم تقعد معانا في البيت. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ هنا طبعا الزوج اللي هو جمال خلص الوردية بتاعته وربع وروح قبل الواقع بأسبوع، وهنا لقى حد منقب لابس نقاب قاعد في الشقة. مين؟ فقالت له لا، ده دي ما بتتكلمش، ده خرصة. يا نهار اسود، خرصة، علشان ولا يقدر يميز الصوت ولا يقدر يميز الملامح بتاعتها. قالت له دي خرصة وما بتردش على حد، وست منتقبة يا عم جمال، سيبها في حالها. وقعدت تشرح له بقى ايه الظروف، ان ده زوجها مزعلة وغضبانة، وهتقعد في معانا في حدود 3 4 ايام يا جمال، وبعدها يعني ربنا يقدر ما في الخير وترجع لزوجها، او زوجها يجي يكلمك وياخدها. طب هي ما سألش بقى ايه جمال، طب هي منين، طب هي قاعده فين، طب زوجها مين، طب نقدر نصالح؟ فطبعا يعني الوقت ضيق، جمال بيبقى سهران طول الليل في المدرسه، وبيروح الصبح يعني عنده قطعه ارض صغيره كده مراعيها، وطول النهار بيقضي حاجاته، واذان المغرب او اذان العشاء بيتوجه للمدرسه علشان يبات ويحرس المدرسه فيها. بدات الامور تمشي، بدات تمشي الامور لمده اسبوع.
كل ما يجي طب شوف الضيفه عايزه ايه، طب انا طبعا ما اقدرش ان انا اتكلم قدامها. وهنا طبعا يعني بتقول كانت يعني معرفه جمال ان الزوجه اللي هي الغضبانه دي بتنحرج انها تنكشف على حد وبتخاف تنام لوحدها، فانا هروح انام مع يا عم جمال. وعم جمال بمنتهى الطيبه وبدات ان هي تروح تنام معاه في الاوضه الثانيه، طبعا بتنام على العشي. وهنا طبعا جمال بطول الليل في طول الليل في المدرسه، وهنا سايب الامور ما هوش مدي خوانه لزوجه لانه وثق فيها انها تامنه على عرضها وشرفها ومالها، لكن هنا الزوجه ما كافئتوش بالمكافاه الحسنه. الزوجه لما تم القبض عليها اعترفت وقالت ان انا نظر لضعف زوجي لانه راجل عجوز، يعني بتقول ان جمال محمود اللي عنده 50 سنه راجل عجوز، ده في ناس لسه تخطط ال 50 وال 52 وما اتجوزتش يا نصره، لكن العشق والجرأة اللي كانت موجودة عند نصرة اللي ما شفناهاش في أي حد يا سادة، إنها ما اكتفتش بالخيانة بس، لا ده جابت العشيق يعيش معاها في قلب البيت، ياكل من خير الراجل وينام معاها في قلب البيت. الأمور فضلت ماشية 3 4 5 أيام لحد ما جمال شاهد، يعني جمال اللي هو الزوج وزوجته قعدوا مع بعض خلوة شرعية وده شرع ربنا سبحانه وتعالى، لكن كرم ما عجبوش الكلام، كرم شافهم وحس بيهم ان هم يعني غار، يعني البغل، كرم غار على البغلة اللي هي نصرة انها بتلتقي بالمعاشرة الشرعية بينها وما بين زوجها، قعد يتكلم معاه وقال لا لا ده انا بغير وازاي ان انت تعملي كده وانا قاعد في البيت ولا وما ينفعش، كأنه صاحب حق، كأنه جوزها، ده جوزها ما قالهاش كده. لكن هنا طبعا علشان بتشتاق لي كرم على طول قالت له لازم تقعد معانا، طب انا ادخل البيت ازاي؟ قالت له سهل، انت هتلبس نقاب وادخلك البيت عنده وتقعد زي ما انت عايز على اساس ان انت ام علي، وكل اسبوع خلاص انت جوزك صالحك هتردي ولما نشتاق تاني تعالى. ازاي يعني قدرت انها تقنع زوجها انها تدخل العشيه على اساس ان هو سيده ام علي منتقبه داخل الشقه؟ مشت الامور في حدود 5 6 ايام. هنا كرم شافهم الاثنين وهما في العلاقه الشرعيه بتاعتهم، فغار يعني ايه؟ غار على العشيقه بتاعته، يعني ولا في ملك يمينه ولا تقرب له، لكن غار. هنا طبعا بدا ان هو يهددها ويهينها ويضربها في غياب الزوج، على دي لو اتكررت تاني انا هعمل انا هسوي. لكن المفاجاه الغريبه في اللقاء التاني ما بين الزوجه والزوج، ده حقه الشرعي لما بيطلبها. فهنا طبعا العشيق شافهم برضو مع بعض، العشيق قاعد واكل شارب نايم 24 رقم في قلب الشقه. وهنا طبعا لما شافهم للمره الثانيه قال لها لا ده انا لازم اقتله، ازاي هتقتله عشان انت بغير عليكي؟ وطبعا خلاها وهو نايم في البيت جاب فوطه مبلله، فوطه مبلله زي رايه وسكينه كده، ودخل على الزوج وهو بيمارس العلاقه الشرعيه مع زوجته وبدا ان هو يخنقه طبا غافل كده، دخل دلس نفسه وكان باتفاق مع الزوجه وخنق الزوج لحد ما فاضت روحه. وعشان يتمم الجريمه بتاعته جاب حاجه اسمها الليسه او التلفيعه، بقى الناس الفلاحين اللي عارفين الحاجات دي كلها اللي بيستخدمها اخواننا الفلاحين، وزي ما بنقول كده يعني كوفيه، وبدا ان هو يحطها على رقبته والعشيق من ناحيه والزوجه من ناحيه لحد ما اتاكدوا انه اتوفى. طب ازاي يتخلصوا من الجثمان؟ بدأوا ان هم يفكروا ان هم حطوه في شوال وفي منتصف الليل عشان ما فيش حد يحس بغياب الحاج جمال محمود اللي عنده 50 سنه، شالوه وراحوا بيه على التروسيكل وراحوا بيه للمدرسه بتاعته علشان يحطوه جوه اوضه او حجره الفراش او الغفير النظامي، علشان الناس لو اكتشفت الامر فالناس هتشك ويضللوا الشرطه ان دي مجموعه من العصابه او البلطجيه او الحراميه كانوا رايحين يسرقوا المدرسه، فهو طبعا هاجمهم فقتلوه. لكن بقى وهم شايلينه وماشيين فوجئوا بدوريه من رجال الشرطه ماشيه في البلد، فاضطروا ان هم يروحوا في بيت تحت الانشاء في المنطقه منطقه الصداقه الجديده ويرموا الزوج. هنا اترمى الزوج، الناس تحسست بالغياب بتاعه، بداوا يسالوا ويبحثوا لحد ما بالصدفه لقوا الجثمان بتاعه، بلغوا الجهات الامنيه. طبعا هنا كم اتفق كرم مع الزوجه اللي هي نصره، اول ما تعرفي الخبر تبداي ان انت العويل والصراخ وتصوتي علشان ما يتشكش فيكي باي حاجه.
هنا طبعا رجال الامن توصلوا لجثمان وتم تشريح الجثمان، عرفوا ان هو متوفي اثر الخن. طيب مين المتهم او مين المجرم اللي عمل في جمال كده؟ تم نصب اكمنه كبيره جدا والبحث الدؤوب على قدم وساق من رجال المباحث والتحريات النيابه العامه، عرفوا ان الراجل معهوش ما عندوش مشاكل لاي حد، وانه ما حضرش اساسا في اليوم اللي اتقتل فيه، ما حضرش فيه المدرسه، لان المدرسه فيها كاميرات وحاجات من دي، وفي كاميرات في الطريق وانت رايح للمدرسه. بدات الامور تتشكك لاتجاه الزوجه، لكن هنا اول ما عرفت الزوجه الخبر فضلت تصوت وتصرخ وتشيل تراب تحط على دماغها، يا بغلي يا يا يا، وهي اللي قتلاه، واخدين بالكم؟ فهنا طبعا ازاي المباحث قدرت انها توصل ان نصره هي اللي قتلت الزوج. هنا طبعا لما تم القبض على الزوجه، لان اصابع الاتهام كانت بتشار اليها، واحنا عارفين اي خيانه اي خيانه زوجيه او اي مقتل زوج، فهنا بقى اصابع الاتهام النهارده يعني من الالف للياء كده بتشار اصابع الاتهام للزوجه. تم القبض عليها عشان يتم التحقيق معاها، لكن بتفتيش التليفون الخاص بيها لقوا ان في مكالمه مسجله بعد ارتكاب الواقع على طول، مسجله من مين؟ من الحاج كرم. الحاج كرم بعت رساله مسجله على الواتساب ليه الزوجة، وبيقول لها أول ما تعرفي الخبر إن هم لقوا الجثمان بتاع زوجك لازم تصرخي وتولولي وتحطي تراب على دماغك ودماغ اللي جايبيني، إلى يا ربنا ينشف المية اللي تحت بطها. هي اتعدمت خلاص يا جماعة، هي وكرم يعني صدر حكم الإعدام في كنف المتهمين الاثنين اللي قتلوا الحاج جمال محمود صاحب الخمسين سنة. والرسالة دي عثر عليها رجال النيابة العامة في وقت التحقيق، وهنا طبعا بدأت انها تنكر في البداية، لكن اعترفت بكل حاجة. طب ايه السبب اللي خلاك يا نصرة ان انت تجيبي العشيء؟ ما اكتفتيش، لم تكتفي بالخيانة فقط، ايه اللي خلاك تجيبي العشيء عندك في البيت وتعمل كده؟ قالت هو اللي خلاني كده. ازاي هو اللي خلاك، هو اللي قالك تجيبي عشيء؟ قالت لا، اصل هو راجل عجوز، يعني هي بتحط ما بين قوسين كده 50 سنة راجل عجوز، والعلاقات الشرعيه بيني وبينه يعني فين وفين على ما بيحصل. قال لها امال فين المثابره، فين الايمان، فين التقوى، فين الورع، فين الصبر على الزوج؟ يعني انت ثلاث اولاد منين؟ والعلاقات الشرعيه دي بيكون لها ظروفها على حسب الحاله المزاجيه، الراجل تعبان حبتين، فين المثابره؟ امال السيدات المطلقات والسيدات الارامل والسيدات اللي زوجهم بيقعدوا بالسنين مغتربين في اي دوله عربيه؟ قال لا، وانت بالست زيهم؟ انت مش مسلمه زينا ولا ايه بالظبط ان انت تحفظي عرضك ومالك وشرفك؟ امال ايه؟ فقالت لا، ده هو ما يعني اللقاءات دي خفيفه جدا او ضعيفه، وبعدين هو راجل عجوز وما ينفعش. طب هو لما راجل عجوز انت اتجوزتيه ليه من البدايه؟ وانت ما انتش عارفه هو السن بتاعه بقى عجوز في الوقت ده، ولا لما كان في وقت كان جه يتجوزك كنت عارفه العمر الزمني بتاعه؟ هنا طبعا اعترفت اعترافات تفصيليه، قالت ان احنا بعد ما انهينا القصه دي، ودي بسبب غيره العشي اللي هي ام علي، لا ما طلعش ام علي، ده طلعت ايه؟ طلع البغل اللي هو كرم، شافني مره في خلوه شرعيه مع زوجي، نبهني وهددني، لكن زوجي اصر بعدها بيومين اللي هو يوم الواقع ان هو يلتقي بيه، وانا ما اقدرش ان انا ارفض حاجه زي دي. فهو لما شاف بدا ان هو يتغاظ، وكان تخطيط الجريمه في الوقت نفسه، لانه هو دخل علينا وفي احنا واحنا في الاوضه وكنا متفقين ان احنا ننهي حياه الزوج. الله يرحم الحاج جمال محمود. طبعا القضيه خدت درجات تقاضي كتيره جدا لحد ما وصلت لمحكمه النقض، واترفض النقض المقدم من محامين نصره وكرم، وتم تأييد حكم الاعدام، وتم التنفيذ كمان، وتم تسليم الجسامين لزاويهم، وفي وسط بقى سخط وغضب من اهالي القريه اللي في الوقت ده كانوا رافضين ان هم يستلموا الجسامين بتاع الاثنين. يعني الاهالي اهاليهم نفسهم او اسرهم قبلوا الوضع وقالوا ان هم هيندفنوا، لكن حصل يمكن مشادات وتدخل فيها جهات الامن، وتم دفنهم برضه في مقابر الاسر عندهم في قريه او منطقه الصداقه الجديده، لكن الاهالي في الوقت ده كانوا واقفين وكانوا مش قابلين ان هو يتم دفن الجسامين في القريه، بوصفهم خائنين قتله مجرمين. وكان الراجل اللي هو عم جمال محمود رحمه الله عليه اللي هو عنده 50 سنه كانت الناس كلها بتحبه، ما كانش بيبخل على اي حد بمساعده،
ده، وكان دايما يعني الكلام اللي احنا سمعناه من شهود العيان ان الراجل ده كان دمه خفيف وظله خفيف، ودايما كده ما كانش بيدخل جوه المدرسه ويقعد، لا ده كان في ناس بتيجي تسهر معاه ويتودد للقريب والغريب. رحم الله الحاج جمال. وهنفضل برضه ان احنا نتكلم في القضايا دي عشان تكون عبره لمن لا يعتبر. يعني انت زوجه مش قابله العيشه مع زوجك، في خلل، في خلل في العلاقات الشرعيه او في العلاقات الزوجيه ايا كانت المشاكل، لكن هنا محاكم الاسره اتاحت للسيدات قضايا الطلاق وقضايا الخلع، وبعدين انت يعني بتنقلي نفسك من جريمه لجريمه اكبر. طيب انت يمكن عدى الموضوع وراجل بطبته وسذاجته، او ان هو واثق فيك وما يتخيلش حاجه زي دي ان انت تعمليها، تجيبي العشيق وتدخليه في الشقه وتقولي للزوج ان هي ست غضبانه وخارصه ما بتتكلمش مع حد، علشان تفضلوا مغموسين في الخيانه وارتكاب الرذيله. فطبعا يعني اللي بيدفع الفاتوره زي ما احنا عارفين وبيدفع المشاريب هم الاولاد، لانها طبعا كانت نصرة خلفت 3 أولاد من المرحوم جمال محمود، وهنا خلاص هي اتعدمت وصدر قرار بتنفيذ حكم الإعدام، وتم الإعدام بالفعل، والأولاد هم اللي بيحاسبوا على المشاريع. الزوج توفى إلى رحمة الله، وأكيد شهيد، ربنا يتقبله من الشهداء يا رب العالمين ويغفر له ذنوبه. وهنا ما كانش ليه أي ذنب إن دي تطلع زوجة بالدرجة دي، ما اكتفتش بالخيانة فقط بل أحضرت العشيق ولبسته نقاب علشان تحكم التمثيلية، وكمان تقول له ده خالص عشان الراجل ما يقدرش يميز الصوت من صوت ست أو صوت راجل. لكن يعني وعي النيابة العامة بتفتيش هاتف المتهمة، وربنا سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، ما يقبلش الظلم على نفسه فمش هيقبله على عباده. لكن تم اكتشاف لغز الجريمة وفك لغز الجريمة من خلال مكالمة مسجلة من قبل العاشق اللي تم القبض عليهم، واعترفوا اعترافات تفصيلية وتم تمثيل الجريمة. شفت التفكير وصل لحد فين؟ تفكير شيطاني. ده الشيطان يقعد يتعلم من الست اللي هي النصرة. ما ينفعش ان احنا ندعي لها بالرحمة، لان دي في الجحيم وبئس المصير، في الجحيم وبئس المصير. لازم ان احنا طبعا مش هنقدر ان احنا نمنع الجريمه، لكن حلقاتنا اللي احنا بنقدمها لحضراتكم بنحاول على قدر الامكان ان احنا نحد من ارتكاب الجريمه، وتكون دروس مستفاده وتكون عبره لمن لا يعتبر من الزوجات الخاينات. وطبعا الجرائم دي مش بشكل متكرر ولا في مصر ولا في المجتمع العربي، بتكون باشكال فرديه، لكن هنا اتاح محكمه الاسره الطلاق، الخلع، اهربي معاه. احنا مش بنبرر الجريمه او ارتكاب الخيانه الشرعيه ان احنا نقول انها تهرب معاه، لكن بيبقى يعني ذنب اخف من ذنب، ذنب اخف من ذنب، حتى لو يمكن اتقفشت او تم ضبطهم في خلوة غير شرعية بينهم وبين العشيق، هي هتحاسب على المشاريب لوحدها. لكن بأي ذنب قتل هذا الرجل اللي هو عمي جمال محمود رحمة الله عليه، وربنا يتولى ولاده بولاده أولاده الثلاثة بواسع رحمته. وهتفضل يعني يمكن هتفضل وصمة عار في جبين الـ3 أولاد، أمهم قتلت أبوهم مش عشان مشاجرة أو عشان خلاف، لا ده قتلته علشان خيانات زوجية. ربنا يحفظ سيداتنا واخواتنا واخواتنا في كل مكان. احنا بنقدم حلقات كتيرة قوي علشان نقدر على قدر المستطاع ان احنا نحد من ارتكاب الجريمة وخاصة الخيانة الزوجية في المجتمع المصري. ربنا يسترها معنا وعاكم يا رب العالمين، ويبارك في اولادكم. وكده انتهينا لنهاية الفيديو او وصلنا لنهاية الفيديو، فهنكون ممنونين لو حضرتك او حضرتك شرفتونا بالاشتراك في القناة عشان نوصل لرحلة 100,000 اخ واخت من حبيبنا في كل مكان. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، ودايما منورنا ودايما داعمنا ودايما مشرفينا في كل مكان. الجريمة عمر ما في جريمة بتختفي، لان احنا في الاونة الاخيرة ما فيش حاجة بعيدة عن التحريات النيابية او المباحث. ربنا يحفظكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.